في تمام الساعة العاشرة صباحا رفعت سواعدهم علم الوطن وصدحوا بحناجرهم عاشت فلسطين أمام المحتل والمستوطنين، وكان الرد والقمع عاجلا. بالضرب والدفع والشتم إضافة إلى إطلاق قنابل الغاز والصوت، اعتدى جنود الاحتلال على المشاركين في المسيرة الشعبية بالقرب من مقام النبي موسى. هذا جندي معفن، هؤلاء جنود كلهم حثالة، كلهم مجرمين، قتلة أطفال، هم يمنعون من الوصول إلى أرضنا. النبي موسى مكان مقدس، البدو لن يرحلوا، القدس سنذهب إليها رغم عن أنوفهم. هاي قضي وانا رجعني، انت شاكت، انت شاكت واللي جابوك شاكت، ماشي. قرابة 200 ناشط من المقاومة الشعبية المناهضة للجدار والاستيطان حاولوا الوصول إلى الطريق الرئيس الذي يسلكه المستوطنون، لكنهم لم يستطيعوا، فالجنود كانوا متواجدين قبل ساعات وربما كانوا على علم مسبق وبتحذير من أجهزة مخابراتهم. القدس إلنا وعسف القدس رايحين والطريق إلنا والأرض إلنا وإحنا مش طالعين، إحنا جايين عزل، فيش معنا ولا أي شيء، علم شايف من شو بخافوا؟ من علم، إحنا الباقيين وهم اللي مروحين. الفعالية نظمت بهدف حماية الأراضي المهددة بالمصادرة لصالح التوسع الاستيطاني ودعم صمود المواطنين البدو في هذه المنطقة المسمى إيوان من الترحيل والاقتلاع. نرفض تهويد الأراضي الفلسطينية المحتلة، نرفض ترحيل البدو، نرفض توسيع معالي أدوميم لتصل إلى البحر الميت. هذا ما يسعى إسرائيل له من مصادرة واعتداء على أرضنا الفلسطينية ومصادرة مقدسات الفلسطينية. الله أكبر الله. لسنا في العاصمة المحتلة، بل هو المشهد ذاته يتكرر. صلاة الجمعة أقامها النشطاء على الإسفلت بعد أن منعهم الجنود من التقدم، فأينما وجد الفلسطيني لاحقه المحتل، وأينما أقام صلاته يعتدى عليها دون أي وازع. عربية هي الأرض عربية، سواء رضى أو ارتضى هؤلاء الجنود أم لم يرتضوا، وليذهبوا إلى حكوماتهم ويقولوا لهم أن من لا يستحق على أرضي لن يملك. من مشارف مدينة أريحة، علي دار علي، تلفزيون فلسطين.